أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من فلسطين. وسنتابع معكم هذا الأسبوع كيف يعاني المزارع الفلسطيني بقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني أيضا من قبل المستوطنين بالضفة الغربية. رغم ذلك إلا أن الفلسطينيين وجدوا وسيلة أخرى، وهي الزراعة فوق أسطح المنازل لتوفير احتياجاتهم الأساسية. والبداية مشاهدين الكرام، سنكون معكم ونتابع كيف قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح مياه سدود الأمطار وأغرقت أراضي المزارعين الحدود. شخصيا يعني الاف الشواكل، لكن اذا بتستغرب بشكل عام هنا عنده فوق 700-800 دلوم هنا للضرر، دمار شامل. في منهم مزروعه مؤهله للزراعه وفي منها مزروعه. احنا بنقول الاحتلال احنا صامدين وحنضل صامدين في ارضنا، مهما عملوا مهما سووا فينا حنضل صامدين في ارضنا. ومن الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى الضفة الغربية التي يفصلها السياج الفاصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونتابع معكم كيف يعاني المزارع الفلسطيني من ويلات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين اليومية.
مهما شرحت ومهما قلت ومهما سويت مش زي اللي بيشوف في عينه. أنا بقول يا رب تفتح الدنيا ويجوا يشوفوا كيف إحنا منعاني هوني، والله لا يدوق ولا بني آدم اللي إحنا مندوقه من اليهود أول إشي. وإحنا منقول دائما هجرتنا مع الله، وإحنا منقول الشكوى لغير الله مزلة، يعني دائما كل مسلم لازم يقول هذه الكلمة. وإحنا بالنسبة إنا يعني إحنا قاعدين بس للاعتداءات تعون اليهود والجيش والكل والكليل. الأرض أنا بقول كل بني آدم، كل واحد عنده حتة أرض يعتبرها هذه عرضه، لازم يشقشق عليها لو مهما كان، بس لو بيجي في الأسبوع يوم ينكش فيها، لو يوم الجمعة معاه من الصبحيات للظهر يعني لقبل الظهر لو أجي أقعد فيها، لو جمع ناس وأجي صلوا فيها مش عيب جنب مستوطنة. إحنا منقول كل بني آدم لازم يزور أرضه، وهذه الأرض هي العرض. ورغم معاناة المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الفلسطينيين وجدوا وسيلة أخرى لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وهي الزراعة فوق أسطح المنازل، تأكيداً منهم على حقهم في العيش فوق الأرض الفلسطينية. أنا أسكن في منزل في معسكرات اللاجئين بالمكون، بيتي من 120 متر من الإسبست. استغليت هذا الإسبست لكوني أقدر أعيش على هذا الوضع المأساوي التي يعانيه الشعب الفلسطيني في الوضع الحالي. بزرع طول السنة على مدار الأربع فصول، بزرع في فصل الشتاء اللفت، الزهرة، البنجر، الملفوف، الفول الأخضر، البازيلا، الخس الأخضر، الجرابس، السيلري. في هذا البيت بواجه كتير مشاكل بالنسبة للقمة العيش. من الدرجة الأولى طبعا في عندي السطح مزروع كله إسبست، ولما أنا باجي بطلع على السطح طبعا على السلم، طبعا أنا عمري 64 سنة، طبعا مش بشاب 14 سنة عشان أقول والله أنا شباب بدي أجرج رأي زي العصفور، طبعا ببقى متخوف من إني أقع، وحصل معي كذا مرة إني أنا أقع وينهار البيت فيها. لجأت لهذه الشغلة لسوء الأوضاع الاقتصادية، فكرت إني أشتغل في هذا البلد، ما كان في شغل موجود وما حد يستوعبني لأني أنا في جيل متقدم. اليوم الشباب ما عندها شغل ولا عندها فرص عمل. أنا طبعا بزرع في هذا الموسم طبعا الزراعات الشتوية طبعا على المواد العضوية. المواد العضوية أنا بعملها عندي في البيت، بجمع كل المحاصيل في كل موسم بأخذها بعبيها، بعملها على نظام تعبئة أكياس بلاستيكية وبخمرها طبعا وبصنع منها المواد العضوية. بالنسبة للمواد الكيماوية أنا طبعا بأخذ قشور الرمان، قشور البرتقال، قشور القصب، قشور الليمون، قشور كل الحمضيات طبعا بأخذها بطريقتي الخاصة اللي أنا متعارف عليها، وبأخذها وبعملها بأمواد كيماوية. هذا ما يستغل من وقتي الكثير من الوقت، بأخذ طبعا في إذا كان هذا سقية أو كان زراعة أو كان تعشيب أو كان معالجة أي مرض من الأمراض الموجودة في هذا الخضرة.
طبعا أنا تقريبا بقضي جميع وقتي في هذا المجال، لأنه هذه هوايتي وغايتي، وعندي الكفاية العالية للتغلب على هذه الصعوبات في هذا الوضع الراهن الموجود في الشعب الفلسطيني. عندي طموحات طبعا في كل مجال، في كل هذا المجال، لأنه هذا عندي رغبة فوق ما يتصور البشر، وعندي إمكانيات فوق ما يتصور البشر، وعندي إنجازات بقدر أنجزها في أقل وقت مما أنت تتصور. فمهما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنكيل وتجريف بالأرض الفلسطينية، إلا أن المزارع الفلسطيني يبقى دوماً متمسكاً بأرضه رغم كل المعيقات الإسرائيلية. وإلى أن نلتقي بكم مشاهدين الكرام الأسبوع المقبل، ابقوا دوماً مع برنامجكم الأسبوعي من فلسطين.